الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره، وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما. قال: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. رواه مسلم. وهذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أجل التذكير بالإحسان إلى أهل المريض، بالإحسان إلى المريض، لأن المريض قد يصدر منه ما لا يصدر من الصحيح. فذلك ينبغي على أهل المريض أن يحتملوه وأن يعتنوا به وأن يتقبلوا ما يخرج منه، لأنه في حالة ليس كحالة الصحيح. لذلك يستحب في مثل هذه الحال العناية بالمريض وتقبل ما يخرج منه بصدر رحب، والمسلم في هذا الأمر مأجور، وأجره عند الله عز وجل محفوظ، ترفع له الدرجات بمثل هذه الأعمال العظيمة الجليلة. وأيضا عقد المصنف هذا الباب من أجل أيضا الإحسان إلى من قرب سبب موته بحد أو قصاص، وذكر قصة هذه المرأة الجهنية التي حبلت من الزنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها، دعاه وأمره بأن يحسن إليها، وذلك لأن الحالة التي كانت عليها هذه المرأة يعني تشذ منها النفوس وتبتعد عنها القلوب، خاصة من أهلها وقاربها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن إليها، لأنها جاءت صادقة في توبتها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وليها بأن يحسن إليها، قال: أحسن إليها. واستجاب هذا الصحابي رضي الله عنه إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن إليها، أحسن إليها، مع أن في هذا الأمر من الغضاضة ونحو هذا، ولكنه استجاب لأمر رسول الله وأحسن إليها حتى وضعت حملها. فلما وضعت حملها جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تشد الثياب حتى لا تنكشف، ثم أمر بها فرجمت وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا فضيلة لهذه المرأة الصحابية رضي الله عنها وأرضاها، وإن وقعت ما وقعت في هذا الأمر المنكر، إلا أنها صدقت في توبتها، صدقت في توبتها، وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة. ولذلك نهي النبي عن الصلاة على المنافقين، قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. أما صلاته صلى الله عليه وسلم على المسلمين فهي من أعظم الشفاعة. ولذلك من فضيلة هذه المرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث أنه لا يحفر حفرة في الرجم، وإنما إن كانت مرة تشد عليها الثياب حتى لا تتكشف ثم ترمى بالحجارة. والحكمة في رمي الزاني والزانية بالحجارة إذا كانوا محسنين، الحكمة كما ذكرها العلم أن الجسم كامله تمتع بهذه المعصية، فناسب أن يكون الحد على جميع الجسم. وإذا أقيم الحد على من وقع في المعصية أو أقيم عليه القصاص فهو تكفير له وطهارة له من الذنب. فالحدود طهارة وتكفير، كأنه لا ذنب عليه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى.
وما يستفاد من هذا الحديث الرد على الخوارج. كيف يكون الرد على الخوارج في مثل هذا الحديث؟ يرد عليهم أن من فعل الكبائر لا يكفر، من فعل الكبائر لا يكفر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذه المرأة أن تجدد إسلامها، وإنما أقام عليها الحد، أقام عليها الحد الذي هو كفارة لها، ولذلك صلى عليها بعد ذلك. دل على أن فعل الكبائر لا يخرج من الإسلام إلا بالاستحلال. والأدلة كثيرة في الرد على مذهب الخوارج الذين يكفرون بالكبائر. ثم قال رحمه الله تعالى، قال: باب جواز قول المريض أنا وجع أو شديد الوجع أو موعوك أو ورأساه ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع. قال: وعن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا، فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، متفق عليه. وهذا الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه من المرض ما لا يأتي لغيره، لأنه يشد عليه المرض كما يشد على رجلين حتى ترتفع له الدرجات صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وعلى قدر دين المرء يكون الابتلاء وتكون المصائب، فإذا صبر واحتسب كفرت عنه سيئاته وارتفعت درجاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث ابن مسعود، أنه كان يوعك وعكا شديدا، والوعك المراد في هذا الحديث هو ارتفاع درجة الحرارة. والدليل على ذلك قول ابن مسعود: فمسسته فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا. فعرف ابن مسعود رضي الله عنه شدة وعك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مسه، فعلم أن فيه حرارة كما ذكر أهل العلم، فقال: إنك توعك وعكا شديدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. وكما مر علينا في موته صلى الله عليه وسلم أنه كانت تنزل عليه السكرات، فكان يقول صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم عني على غمرة الموت، أو اللهم عني على سكرات الموت، وكان يأخذ ماء ويمسحه على وجهه تخفيفا من هذه السكرات. ثم قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: بلغ بي ما ترى، يعني سعد بن وقاص يقول للنبي: بلغ بي ما ترى، يعني من المرض والوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي. وذكر الحديث، والحديث متفق عليه، ومر علينا هذا الحديث بطوله. ولكن المراد في هذا الباب أنه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إني يعني فيني من الوجع، وإنك ترى ما ترى من الوجع فيه. الشاهد لهذا الباب أنه يجوز للمرء أن يقول أن بي وجع أو أن بي مرض، كما في الحديث الذي مر علينا قبل قليل: إني لأوعك كوعك رجلين منكم. وقال: إني أوعك، يعني يأتيني المرض. فإذا أخبر المرء عن مرضه من دون تسخط وإنما من أجل الإخبار، فإن هذا لا بأس به. فهنا قال: اشتد بي الوجع وبلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي. وذكر الحديث بطوله. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فشفاه الله من هذا المرض، وأمد في عمره، ورزقه الأولاد، حتى كانت ذريته ذرية كبيرة كثيرة، مع أنه في الحالة المرض التي كان عليها، التي ظن فيها أنه سيموت، ليس معه إلا ابنة واحدة. ولذلك كما مر علينا أن الإنسان لا ييأس من الحياة لنزول مرض أو حصول ما يكره، فإن الإنسان يعيش في هذه الحياة على التفاؤل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. آخر ما ذكر المصنف في هذا الباب ونختم به، قال عن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن أبيها قالت: ورأساه، يعني تشتكي من وجع رأسها، قالت: ورأساه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. وذكر الحديث، رواه البخاري. في هذا الحديث دليل على ما بوب عليه المصنف أن الإخبار بالمرض لا يعني التسخط،
وإنما المنهي عنه أن يتسخط المرض أو يشكو الخالق إلى المخلوق. أما إذا قال ذلك إخبارا فإنه لا بأس. فهنا عائشة قالت ورأسه فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه فعل ذلك، قال بل أنا ورأسه، فكانت عائشة تشتكي رأسها والنبي يشتكي رأسه. وأيضا يستفاد من هذا الحديث المواساة بنفس المصيبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم واسى عائشة بأنه يشترك معها في نفس المصيبة ووجع الرأس. ولذلك يستحب للمرء أنه إذا اشترك مع أحد في مصيبة أنه يواسي بها. فمثلا لو قال له رجل أنا علي يدين وأنا علي كذا، فيقول وأنا كذلك علي يدين وعلي كذا، فيواسيه في نفس المصيبة، لأن هذا يخفف عن أخيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا أقر عائشة، والأمر الثاني أنه فعل ذلك، والأمر الثالث أنه واسى عائشة رضي الله عنها بنفس مصيبتها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.